على الحركة الحقوقية وفي مقدمتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي نقول من هذا المنبر أننا نعلن التضامن المبدئي واللامشروط وأنها تعد مدرسة حقيقية لكل الديمقراطيين والديمقراطيات في هذا الوطن وأننا لن نقبل أبدا بالمس بحقها في عقد مؤتمرها الوطني وعلى أننا سنعمل ما في جهدنا من أجل ضمان حقها وضمان حق كل الإطارات الحقوقية من أجل حقها في التعبير عن مواقفها وآرائها. الكلمة الآلي للأستاذ أحمد ورعوان على العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان.